حق الصاحب. وأما حق الصاحب فأن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلا، وإلا فلا أقل من الإنصاف، وأن تكرمه كما يكرمك، وتحفظه كما يحفظك، ولا يسبقك فيما بينك وبينه إلى مكرما، فإن سبقك كافأت، ولا تقصر به عما يستحق من المودة، تلزم نفسك نصيحة وحياطته ومعاضدته على طاعة ربه ومعونته على نفسه فيما يهم به من معصية ربه، ثم تكون عليه رحمة ولا تكن عليه عذابا، ولا قوة إلا بالله.